رئيس الجمهورية البارح نصب لجنة وطنية لتأخذ بعين الاعتبار في أقرب وقت هذا الشيء هذا. ثاني شيء على مستوى الولايات كاين لجنة ولائية وقلتها مقبيل أكثر مما يخص وزارة الفلاحة برك أكثر من 80 أو حوالي 80 إطار باش يعاونوا على مستوى الولايات باش نروحوا بسرعة في تقييم الأضرار باش ناخدوهم بعين الاعتبار يون لي برون شارج. إذن رانا في الوقت الحالي في عملية إحصاء في أقرب وقت إن شاء الله تكون عندنا صورة وكل التعليمات اللي صدرها سيد رئيس الجمهورية في النطاق هذا راح تأخذ بعين الاعتبار خاصة فيما يخص التعويضات.